صباح الخير يا متابعين مفتاحي الفني الصباح لشركة وينزل بروكر عندهم كريم مجدي اليوم 11 فبراير 2022، وهنتكلم مع بعض الفيديو بتاعنا عن مؤشر داو جونز. طلعت سلبية مؤشر داو جونز وإغلاق طبعا الأسهم الأمريكية بشكل كامل عن انخفاض حاد بعد بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية اللي جاءت أعلى من المتوقع، وأثارت تعليقات لاحقة من مسؤول في مجلس الاحتياطي الاتحادي مخاوف من أن البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفايدة بشدة لمحاربة التضخم. دي كانت أهم الأخبار المؤثرة في الأسواق. خلونا نفكر حضراتكم بالبيان اللي ظهر. هو كان مؤشر أسعار المستهلكين كان متوقع دي 5 من 10% وظهر بنتيجة أفضل من متوقع 6 من 10%. دي كانت أهم البيانات وأهم الأخبار، وبالتالي خلونا ننتقل مع بعض ونشوف الشارت توقعاتنا ليه على مدار. زي ما واضح معانا على الشارت، طبعا الأداء السلبي والانخفاضات الكبيرة للمؤشر داو جونز وانخفاضه وارتداده من 35 800 علشان يكسر النقطة المحورية، طبعا نقطة الدعم الهامة عند 35 150، بجانب الأداء السلبي على مستوى كل المؤشرات، أداء سلبي على الإي إم إيه، تقاطع متوسطات سعر الأسفل، أداء سلبي على السار وعلى الفلات تريند. ولا ذلك نتوقع مزيد من الانخفاضات، ولكن بشرط كسر ال 34 920 علشان يروح ل 670 وراها 420. مرة تانية كسر 920 وراها 670 وراها 420. السيناريو الآخر معاكس، استحقاق بكسر ال 545 وراها 805 وراها ال 36 15. وبكده أعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وأتمنى لكم أكيد يوم تداول آمن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.